يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني وما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ثم قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الأخطاء التي يقع الناس فيها في الحج كثيرة جدا تفوق الحصر، يرجع كلها إلى الجهل بأحكامه. أول هذه الأخطاء وأهمها أن يؤجل المكلف الحج حتى يطعن في السن ويضعف البدن، فيصعب عليه أداء المناسك ويحاول تتبع الرخص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فكيف يؤجل القوي الفتى هذا الجهاد حتى يضعف؟ إن ذلك التأجيل إنما يحدث حيث يظن الرجل أن الحج لا يجب عليه إلا بعد أن يفعل كذا وكذا من أمور دنياه، ويجعل له ترتيبا في ذهنه ليس له أصل في شرع ولا دين، وذلك يدل على أمور أخطئ الفهم فيها. والأمر الآخر الذي أخطئ فيه الفهم هو في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، فلا يجعل من نفسه مستطيعا لأمور ليست من الاستطاعة في شيء. وكذلك إن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين، ومنها قوله: ومن كفر، مكان من لم يحج، تغليظا على تارك الحج، ومنها ذكر الاستغناء عنه، وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان، ومنها قوله: عن العالمين، ولم يقل عنه، وما فيها من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان، لأنه إذا استغني عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل، فكان أدل على عظم السخط الذي وقع. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأفعال الحج من الإحرام والطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة، من الأفعال ما ينبئ عن امتثال العبد لأوامر سيده، وإن لم يفهم المقصود من هذه الأوامر إنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير سؤال عن المقصود ولا طلب الفائدة والمعنى من هذه الأفعال. لذا كان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك حقا حقا تعبدا، ورقا لبيك إله الحق.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره وتصونوه مما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبهذا يلتقي الحج مع سائر العبادات في أنه زاد يتقي به العبد سخط ربه وناره ويطمع في جنته التي أعدها للمتقين. فهذه أيام الحج وأشهره واستعداد الناس للخروج إليه، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك. اللهم هيئ لنا حج بيتك الكريم وتقبل منا ومن سائر المسلمين وارفع عنا الآثام والذنوب وتقبل منا واقبلنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير والله من وراء القصد. يطرق مسامعنا، ينتفض القلب حبا له وشوقا للعيش في أيامه المعدودات، إنه الحج. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. تهتف القلوب من أجله وتسارع الخطى لأيامه، يبدأ الحنين والشوق من أول قدم توضع
حتى ترفع مغادرة، تتساقط الدمعات وتزيد نفحات الإيمانيات هناك حتى الليالي لنسيمها روحانية تنعش الفؤاد المضطرب. وفي عرفة قصة الولادة الجديدة، ومزدلفة ليلة دفء فريدة، ومنى أيام الروحانية السعيدة. في الحج تقف جميع الجوارح لله، العين تدمع والقلب يئن، الأيادي ترتفع، اللسان يدعو، والصدر له أزيز من بكاء الذنوب ودموع الحاجات. بغروب شمسه تغرب الأماني بعفو وعتق من النار، وبإشراق صباحاته يشرق عيد بهي فريد. حتى سعده يترجم بلغة إيمانية رفيعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله الله.